احنا شارع فاروق القديم، نطالب بالماي ونطالب بالكهرب، مواد غذائية ما اكو، غاز لحد الان احنا نقطة غاز ما استلمنا، لان الغاز وينو؟ احنا ما لنا حقوق بالغاز، ما لنا حقوق بهذا الشعب، احنا شعب واقعين، واحنا منطقة قديمة واقعة، بيوتنا كلها وقعوها، يخلي يعمرونا، يخلي ينطونا مواد، ينطونا غاز، يعني هسه احنا عن ننقل جليكانات، مغا كبيرة تنقل جليكان، يجي هو تنقل اربع فوق ال 200 متر تنقل ماي، المغا كبيرة، ما الله ما يقبلها، ليش المسؤولين يشربوا ماي مقطر؟ ها؟ واحنا نشرب ماي مشط حتى ما نعرف ايش اكو بينو، لا بينو معقم، يجيبوننا من المنظمة، ها كل واحد ياخذ اربع جليكانات خمسة، ايش قد عن ناخذ؟ يعني هم لو نفط ما هالشكل، يا اخي خلي يرحمونا شوية، خلي يساعدونا، ماشي غاي، يعني ما هذا ما وضع، هو هذا وضع الانسان، هي حقوق الانسان، والله ماكو كل حقوق هالشكل، وين احنا نطالب من العبادي، نطالب من المسؤولين كلته، ان يجون يساعدونا، احنا هاي المنطقة، احنا هاي المنطقة منكوبة، والله يصير دين الليل تقول احنا قاعدين بكهف، ما تقول المدينة، يا اخي خلي يعوضونا، خلي يديرون بالهم علينا، مواد الغذائية، احنا عندنا وكيل هنا، هاي صار لنا سنة احنا مهجولين، انا وكيلي هنا بباب جديد بشارع فاروق القديم، انا موديني على حي العامل، على الوكيل، يا هذا يقول لي ما عندك مواد، هذا يقول ما عندك مواد، لكن مين المواد مالنا؟ شارع فاروق القديم. شلون وضعكم هنا؟ والله وضعنا انت تشوف قدام، لا كل شيء ماكو، لا ماي، لا كهرب، لا تعويضات، كل شيء ما يصنع، يعني كل شيء ما يصنع. وهاي اللي علبني احنا على حسابنا، وهاي التعويضات نعمل المعاملات نزتها، وايما تيجينا ما نعرف. حسابيتك تتعمره؟ اي والله. يعني بعد ما رجعت انت؟ لا والله راجع اني. بس قاعد ببيت اختي. والسعادة على حسابك الخاص. ايه على حسابنا. مطالباتكم الحكومة شنو؟ مطالبتنا الحكومة بلكي يعوضونا، يعني هاي شوف انت قدام عينك البيوت كلها داق عليها، السادة كلها واقعة. والانقاذ هاي شو هاي الانقاذ. الانقاذ والسيارات كلها بلكي يشيلون هي. زين شلون هسه انتم عايشين بهاي المنطقة؟ شلون ماي كهرب؟ شلون مقضية بالمي؟ والله بالقدرة. بجلي كانت نسحب من برا ونجيب لنا كل واحد او يلوحوا اربع خمس جلي كانت او ما يلوحوا باليوم؟ باليوم يكفيكم؟ لا ما يكفينا باليوم، كل ست ايام ماي بير وسط ماي بير احنا نستعمل ماي بير. انا وضعيتي اخويا اولادي راحوا بهذه الهاونات اثنينهم والاب ثلاثه، واستعبيتنا عيجاغة علي، يعني الأودات عيجاغون، استعنا جوه للمروة قاعدوني هوني، بيتنا ما يقعد بينو، راتب ما عندي، تقاعد ما عندي، مبهدلين، عندي أيتام، تنكدت لي بيه ماي ما عندي، أولادي واحد عنده خمسة أطفال، والأخ عنده ثلاثة أطفال، والأب معاهم، حالتنا فقد مرة تعبانة. أنا جيت هون هذا البيت هم مضغوب، بس بيتي عايش شيخ والله البيحة غحتو، الأغراض الكن مباقت مباقت، والأباقي كلها ماي المطر فوقاتها غاحت انعدمت، هسا قعد على أرضنا احنا، تأكدت لي بي ماي ما عندي، هسا ماي إذا فوت علي رحتوا جبتوا لي دبية من فوق جيتوا، يا هالولد هذا جاب لي إياه. شو طالبين من الحكومة؟ أريدني أريد تعويض، يعوضوني، أريد يطلعوا لي شهادة وفاة، ابني هسا بهذا الشهر يصير له سنة أنا من غاح. عنده خمسة أطفال، لا راتب، حال بحال العدايم، والله كم وزعتهم عند عمهم وعند جدهم، ما عدنا ما عدنا، يعني ما عندي لا راتب دعيشهم، لا تقاعد، ما عندي أحد يشتغل، ظل الله واحد وابني واحد.